اليوم لحقنا إلى مرحلة وين المطابع، كل المطابع تبع القطاع راهي في حالة اختناق. حالة اختناق هذا بعد تراكم الديون منذ عدة سنوات. السبب تاع التراكم هذا الصحف ماهيش تخلص المطابع. كيما تخلص المطابع، المطابع ما يخلصوش شركة الباب تاع الورق. واليوم شركة الباب صبحت ما تقدرش تخلص باش تشري الورق. حتى باش تشريه الورق اليوم مع بعد الكوفيد واليوم مع الأزمات اللي كاين، حتى الورق صبح غير موجود في أغلب الدول. والسومة تاعو طلعت. لهذا اليوم، لهذا خذا كما قلت السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء القرار باش نجمعوا المطابع. والهدف من تجميع المطابع توحيد الإمكانيات تاع المطابع، نوحدوا الإمكانيات تاعهم. وطلبنا منهم باش ينوعوا النشاطات تاعهم، خاطر كانوا يقعدوا يطبعوا غير في الصحف المشكل يبقى هكذا ويزيد يزيد يولي أكثر من اليوم.